أيها المسلمون، بنو إسرائيل لممارستهم عبادات العجل طلبوا من سيدنا موسى عليه السلام أن يروا ربهم جهرا، قالوا أرنا الله جهرا. فواعد الله بني إسرائيل واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، وذهبوا إلى الجبل، ذهب النقباء، والجبل راس ساكن، لكن يأتي أمر الله يدك، يأتي أمر الله يخلع من مكانه ويرفع ويظل مرفوعا بأمره، لا يتحرك ولا يسقط ولا يرتفع إلى القدر المعلوم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. أيها المسلمون، كل هذه الآيات تبين على الإنسان أن يرجع عن غيه وعن ظلمه وعن عناده وعن إعراضه عن الله، وعلى الأمة أن تفيق، فإن لم تفق فالقادر موجود والعظيم جبار. إذا كان قادرا على الجبال، أما يكون قادرا على الإنسان؟ إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولها.